كما تعرفون في البداية أنه هذا أول تجمع لنا كمنتخب أولمبي شكل هذه الفترة. الحمد لله شكر أول مباراة قدرنا نطبق الواجبات اللي طلبها من عندنا الكادر التدريبي بقيادة الكابتن القدير الكابتن راضي، والحمد لله وشكر قدرنا نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب متطور مثل المنتخب الفيتنامي، وإن شاء الله نوعد الجماهير العراقية أنه هذا المنتخب راح يكون نواة حقيقية للمنتخب الوطني. أكيد مبدأ الانسجام اليوم كان أشوفه أنا يعني كان متواجد، يعني شفت أنتم المباراة، إذا أشوف المباراة يقول أنه الفريق منسجم قبل هذه المباراة، وهذا أول تجمع لنا، أول مباراة لنا، إحنا كلاعبين محترفين خارج العراق وكلاعبين محليين داخل العراق نمثل هذا المنتخب، وماكو فرق إن شاء الله بيناتنا، الأفضل يقدم لهذا المنتخب ولهذا البلد، إن شاء الله كلاعبين محترفين أضافوا لنا إحنا، وإحنا كذلك نضيف للمنتخب، وإن شاء الله هذا المنتخب راح يكون حقيقي للمنتخب الوطني.